غافلت عدسات الكاميرات أصحاب اللحظة الصارخة في ليالي الترفيه، ووثقت مظاهر بالغة الخطورة تجمعاً بين الشباب السعودي من الجنسين دون تفرقة أو تمييز، فتظهر مراهقة لم تكسر حاجز العقد الثاني من عمرها بعد بأفعال مخلة للأداب، ويحيط بها مجموعة من الشباب في مشهد مؤذٍ للعين. فما هي القصة؟ صفة مؤسفة حملت ليالي الترفيه المثيرة للجدل عنوانها بعدما وثقت عدسات الكاميرات أصعب اللحظات التي لم تكن معتادة يوماً في بلاد الحرمين الشريفين. شباب وشابات في حفلات مختلطة تكسر فيها الحركات غير اللائقة واللمسات المحرمة، كذلك العيون التي لا يوقف سهامها أي حاجز مهما بلغت قوته. وتظهر الكثير من مقاطع الفيديو الشباب السعودي من الرجال وهم يتراقصون ويتمايلون بشكل غير لائق ولا يتناسب مع طبيعة الرجل السعودي المحافظ، ولا يعرف السبب وراء محافظة هؤلاء الشباب على ارتداء الزي التقليدي السعودي أثناء ممارسة مثل هذه الأفعال المخلة والدخيلة. لكن الأدهى من ذلك هو ظهور بعض الشابات السعوديات وهن يتمايلن ويتراقصن في منتصف دوائر بشرية يصنعها الرجال من حولهن، في الوقت الذي يحافظن فيه أيضاً على الظهور بالمظهر المحتشم بارتداء العباءة السعودية السوداء وغطاء الرأس والنقاب الذي يخفي ملامح الوجه. وتتصاعد الأصوات المعارضة لمثل هذه الأفعال التي تنال من قدسية الأرض الطاهرة وثوابت وأسس المجتمع المحافظ، وكذلك المحافظة على النشء الصغير من النمو في مثل هذه البيئة الترفيهية والتي لا تضع أي ثوابت أو حدود لا يصح تجاوزها بأي حال من الأحوال أثناء الاحتفال. وبالطبع تدعو تلك الأصوات إلى ضرورة الترفيه وقضاء الأوقات الممتعة، لكن بشرط أن تكون وفقاً لضوابط الشرع وكذلك عادات وأعراف المجتمع السعودي. وينتقد بعض رجال الدين بشكل واضح المناسبات والفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه داخل بلاد الحرمين الشريفين، ولا يتم انتقاد كافة الفعاليات والمناسبات التي تشهدها المملكة خلال الفترات القليلة الماضية، وإنما بعض المظاهر المخلة والمنافية للأداب والتي بالطبع لا ترضى عنها الإدارة السعودية ممثلة في ولي العهد الأمير محمد ابن سلمان ومن قبله العاهل السعودي كالحفلات الماجنة والمختلطة وغيرها. وعلى الرغم من ظهور أعداد هائلة من الشباب والشابات السعوديات في مثل تلك الفعاليات، كذلك ممارسة الأفعال المنافية وحضور الحفلات الماجنة والمختلطة، إلا أن ملايين الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي تندد بتلك الأفعال ولا يأمل في أن تظهر المملكة بذلك المظهر غير اللائق، حيث تسود موجات عظمى من التفاعل داخل المملكة بين الأوساط الشبابية المحافظة على تلك الدعوات التي تطالب بإيقاف هذه اللحظات الغريبة والدخيلة على مجتمع بلاد الحرمين الشريفين، مثمنة الدور الفعال الذي قام به ولي العهد الأمير محمد ابن سلمان في تحرير المجتمع من بعض الموروثات الاجتماعية والثقافية. فهل لا تنجح تلك الأصوات في الوصول إلى مراد ولي العهد نحو مجتمع متطور ثقافيا واجتماعيا دون مخالفة لقيمه وعاداته الخالدة؟